مسرح. فديروا بالكم واصحبك كثير. ايه حارف يميل امي لو جيب ميه على المصحف تاني بتاعي بجد ممكن اصور قتيل في الاكاديمي. لا 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 بدي اروح انام. تروح انام تروح انام. حياة الله مش قادر اكسفك بس اروح انام. يلا نام يا جمال. ليش؟ شو مالك؟ والله ادم بشرب. والله ادم بشرب. والله ادم جوز عم يحكي لي كان على الكاستنج. تعال اعطيني سيدي بير. ها يعني ها. بدك تنام؟ بلا بدي اخلص صيف وتنام. طب انا تصبح على خير يا جماعة. يلا يلا. تصبح على خير يا جماعة. يلا باي. باي. يلا بنشوفكم. رايحين على باريس انا وطحنا هلا. جد 4 5 6 7 8 ممكن ينام دلوقتي 7 ساعات. انت بتحسب ساعات النوم مثلي؟ ايه انا بقعد انا ونايم بقعد بحسب. انا بقعد لازم اقعد بحسب ساعات او كده. كتير انا بقول كتير والله. دماغي زي بعض حاجات كتير. دماغنا زي بعض حاجات كتير. كتير بقعد بحسب وانا وانا متسطح هيك بعيد النهار براسي. بتقعد تفكر عملت ايه وما عملتش ايه. ويا اللي ضايقك ويا اللي ما ضايقكش وايه ضحكك وايه ما ضحككش. كله بيضايقني. هاي بالحسبان. بالحسبان ما عاد حطيت. صح صح. فكل شيء ضايقني خلص كان دائما كل شيء بس شو اللي حبيت؟ مش بقعد دور مدور على شو حبيت. انا بحب بس كل شيء مضايقني. يعني قبل كده واحد كان يقول مثلا انا النهارده ضايقت من كذا بس مش هعمل كده. بره كده. هنا اللي هو يا رب حاجه بس اكون حبيتها النهارده حاجه ضحكتني. ايه هيك. حاجة بسطتني. أنا بصراحة صار كل شيء كمان. صرت ما طايقة حالي ما طايقتها. مليت بصراحة. مليت من ال الواحد ملي من الملل. لا 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 انتوا بتعرفوا انه السنوات اللي فاتت ما كانوا يملوا هيك عدد. كانوا يملوا بس اخر اربعه هيك عدد. انسى كانت العاد. احنا المملين. احنا عم نجيب الملل لحالنا. زي يعني احنا اول شيء ما عم نقعد مع بعض لانه انتم مقاسين بعضكم بصراحه. انت محمد دائما مع بعض. اسمعيني بدري قبل ما تخلصي حكي واتخانق وياك بليز. كل ما نشوف حدا نقول له عود معنا ما بده يقعد. بدها تتخبص هلا بدريه تهرس. واحد قاسم حاله كل اثنين مع بعض صار. يعني حبيبتي هلا انت اذا مثلا شفتينا انا ومحمد قاعدين هون بس ما عم نحكي يعني انت ممنوع تجين تقعدي؟ مش ممنوع. انا اخلاقي بتسمح ليش نقعد معاكم. نعم كي تبدي وتحكي وانت متضايقه من شيء وبدك تحكي مع رمضان وحدك انا باي حق نجي نقعد معاكم. وانت يعني دائما تشوفيني مثلا متضايقه بحكي مع محمد رمضان قاعدين عم نضحك. متضايقه مش دائما متضايقه. بدري بليز لا تستفزيني واللي يرحم امك كافي. ربي يسكت رحمه. بدري انت ما بتعرفي واللي تستفزني بربي كقش عليك. انت تعرف تحكي بربي ما توترليش اعصابي. اكيد بعرف احكي وعلى الاخر. انت شفت شو حكيت؟ طلع النفس. يا ابني والله العظيم احنا لما نخرج كلنا انا وانت يعني على الكلام اللي هنقوله انا بحس انا مليت من الحكي. تصدق ايه؟ انا من العالم اللي مليت من قله الحكي. انا ليك انا بس اقعد انا ورفقاتي ويصير هيك مواقف قدامنا مثل هيك تلاقينا فرطنا من الضحك من النظرات. انا بدي حدا بس يطلع فيك. عشان كده انت لحالك. لحظه شكري هلا الموضوع ما بيضحك صح؟ هي قالت انتوا قاعدين تضحكوا. لا نصيف ما بيضحك. شنو قعدت قامت تتخانق شو صار لكم؟ نصيف هيدي انا لبسها نصيف. واحد يجي يقول لك انتوا قاسمين حالكم. ما حدا قاسم حاله يا جماعه. مش قلت لك يرحم امك ما قلت هالكلام انا ولا لا؟ ايوه قلت ولا ما قلتش؟ قلت. اجينا قعدنا انا نصيف رمضان ما حد قعد كله ما بعرف وينهم. طيب هي تحكي حكي
انا مشكله ما بحب حدا يخبص بالحكي بس هيك انا وحده هيك عن جد اذا انا بتخانق كثير ومتضايقين سكروا قدامكم بتخبصي يعني بدري انت طبعا جمله ابدا هو احنا مقسمين بس نصيف وشكري ما لهم حدا فلا لا بس نصيف فنصيف انت مش مقبول الامان والله وينك اذا بيحطوني هلا ابن مين بدل شكري او سلطان وهي ما بزعل حياة الله وحياة امي اللي ما بحلف فيها كذا ابن مين وبطلع مش فارق سوري انا ما فيني اقعد معكم بدي اروح مع محمد اقعد لانه انا اصلح حالي اوكي اروح عند محمد احسن لي خفان باي باي بالذات رح ما عادش نحب نحكي معه فزني محمد نطلع على العصب برا قلت لي رح اذبحها انا عن جد لا عن جد والله يلا نحب نقتل عبد انا لهنا من الكذب والنصيحة نطيح شي بعينينا الرافي منحبش ندخل معاه في حوارات تكسر الكرايم كان عندي ما عليه كان جا عندي بيستولي مسدس لما نقتلهم الكل ندخل حبس وزابيل اللي تعال غرفة لا لا انا عملت اشياء عجبتني بجد انا بس الحاجات عجبتني النهارده يعني اخش انا يمكن افتكرها النظره اللي اديتها لك كنت اديتها لي دلوقتي فرطت ضحك يعني لا بجد هم بيتكلموا قاعدين بيتكلموا واحنا باصين وفي نفس الوقت انا بس باصص لكم كده ببص لاحمر ببص لك قلت بص كده بص لقيت نصيب برضه بيدور وشه ويبص لي انتوا مبتسمين وفارطين من ضحك يعني انا والله انتوا بعرفني يا عبدالي. تعال تعال غرفة شكري هاجي الوقت بدرية خليكي خشي يا أبي ما بدي ليه بس كده هيك ليش ما عرفت تخرج من فمه؟ خلاص خلاص هيا خش نام يلا عشان اتأخر تعبت يا محمود تعبت ما بدي نام انت عشان تعبان خش نام يا احسن نام يا هتصحي بكره هتصحي بكره رايقه مشكله عندنا بكره كمان اهم شيء عندنا تعرف ما عادش عندي ثقه في حتى انسان مهما يكون لا يا محمد انت ما بتعرف انت ورامي بتعرف خلينا نشد واحد نذب في الليل لا نعمله تصبح على خير محمود تصبح على خير حياتي